اخيرا وصلنا لاخر سنه 2018، وبغض النظر عن مين فينا عرف يحقق ايه السنه دي في حياته، جه الوقت اننا نعلن عن احسن 10 العاب المفروض تكون لعبتهم السنه دي. اهلا وسهلا بيكم، انا هي برهان من عرب هاردوير. يلا بينا نبدا العد التنازلي. رقم 10، Assassin's Creed Odyssey. السلسلة الشهيرة اللي بدأت من سنة 2007 كملت معانا لحد السنة دي بلعبة Assassin's Creed Odyssey، واللي نزلت يوم 5 أكتوبر. اللعبة دي تعتبر الجزء ال11 في السلسلة، على الرغم من أنها شبيهة شوية لـ Assassin's Creed Origins في نظام القتال والـ RPG Elements، ولكن الاستكشاف في عالمها اليوناني المفتوح المهول إدى للجيم بلاي إكسبيرينس طعم مختلف. غير كده بتقدر تنقي تلعب بكاساندرا أو ألاكسيوس، وعلى عكس ما شوفنا في Assassin's Creed Syndicate مثلا، فلما بتبدأ القصة بشخصية بتكمل معاها لحد الاخر وما تقدرش تغيرها في النص. والاول مره في السلسله يوبي سوفت خلت التخصيص موجود كمان في الدايلوج، واللي على مستوى الانغمار في اللعبه، فاختياراتك كلها بيبقى ليها عواقب. كان في برضو مميزات جديده في اوديسي بسطتنا واحنا بنلعب. الابجريدز دي دقيقه جدا لدرجه انك ممكن تعدل الاسلحه لاسبابك الخاصه او مواقف معينه تناسبك، سواء علشان تحسن هانتنج سكيلز بتاعتك او علشان تزود ضرر في القتال. فالابجريدز اللي هتعملها علشان تهزم عدو واحد او بي مختلفه عن اللي ممكن تعملها علشان تهزم مجموعه من الاعداء اقل قوه. رقم 9، Away Out. طبعا كلنا فاكرين اللي حصل في The Game Awards 2017، لو مش فاكرين خلينا نفكركم. ده كان جوزيف فارس مخرج لعبة Away Out واللي طورها Hazel Light Studios بالتعاون مع شركة EA، كان بيتكلم بحماس في كل مؤتمرات السنة عن لعبته الفريدة من نوعها. قبل كده شفنا من المخرج جوزيف فارس لعبة Brothers A Tale of Two Sons، واللي كانت فعلا مختلفة في طريقة لعبها، فاحنا كنا بنتحكم بشخصيتين بنفس الكنترولر. المرة دي Away Out اثارت اعجابنا بسبب انها كووب جيم نقية، ما ينفعش تلعبها لوحدك خالص مهما حاولت. Away Out اتصممت كتجربة لشخصين، ممكن تتلعب لوكال سبليت سكرين كووب او اونلاين كووب. الاثنين اللي بيلعبوا مش لازم يبقوا شاريين الجيم، ولكن واحد منهم بس كفاية ان الاثنين يلعبوها سوا، وده دليل على ثقة هيز لايت و EA في تميز Away Out. الثقة دي ما راحتش هدر، فاللعبة فعلا مليانة تحدي وامتعت اي اثنين يلعبوها سوا. على قد ما انها مصنفه كاكشن ادفنتشر جيم، Away Out مليانه جيم بلاي ميكانكس مختلفه، في شوتينج وسواقه واستكشاف وكمان ميني جيمز. القصه غامره جدا وفيها بلوت تويست غير متوقع، ده غير اللقطات السينمائيه اللي مندمجه بسلاسه مع الجيم بلاي. في Away Out كل لاعب بيلعب ناحيه واحده من القصه، بس بتشوف الناحيتين وهما بيكشفوا مع تقدمك في احداث اللعبه. رقم 8، Subnautica. سبناتيكا اللعبة الوحيدة الاندي او المستقلة على لائحتنا، واللي طورها ونشرها شركة Unknown Worlds Entertainment اللي مكونة من حوالي 20 موظف. اللعبة مصنفة كلعبة سيرفايفل، بتخلي اللاعب يستكشف المحيط بحرية تامة بس على كوكب فضائي باسم 4546B. بيبقى عندك هدف واحد في اللعبة وهو النجاة من خواطر المحيط اللي انت فيه، ده عن طريق انك تغلب الكائنات اللي حواليك. المعدات اللي بتعمل لها كرافتنج وتستخدمها والغواصة اللي بتقودها بيساعدوك على السيرفايفل في الظروف اللي انت فيها. بغض النظر عن اوبجكتيف اللعبه، فسبناتيكا لفتت انتباهنا واحنا بنحضر التوب 10 ليست بسبب انها بتجمع بين الاستكشاف والرعب في قصه طويله ومؤثره، ده غير الان جيم انفايرمنت الجميله وكم الكائنات البحريه اللي المطورين صمموها في اللعبه دي. مش كده وبس، ده كمان صمموها بصفات ونقاط قوه او ضعف مختلفه. سبناتيكا عالمها مفتوح ولكن اهدافك بتبقى واضحه، بتجبرك على اللعب بطرق مختلفه سواء بهدوء او بسرعه في الاداء. فكره ان كل العناصر دي تتجمع مع بعض وتتنفذ بطريقه قاسره كده خلانا متحمسين لألعاب Unknown Worlds Entertainment اللي جاية، وبالأخص Standalone Expansion أو الإضافة المستقلة لسبناتيكا بعنوان Below Zero واللي هتنزل في 2019. رقم 7، Detroit Become Human. في شهر مايو اللي فات كوانتك دريم رجعوا لنا بالبلاي ستيشن اكسكلوسيف ديترويت بيكام هيومن، وهي احدى تجارب الانتراكتيف ستوري تيلينج المتعدده اللي اخرجها ديفيد كيج. زي اعمال كوانتك دريم السابقه زي هافي رين وبيوند تو سولز، احداث لعبه ديترويت بيكام هيومن مبنيه على تفاعلك مع اللعبه واختياراتك كلها بتشكل القصه بتاعتك. تجربه ديترويت بيكام هيومن كانت مثاليه من ناحيه طريقه سرد القصه، وانك بتلعب بثلاث شخصيات معرضين لانهم يتقابلوا في النص. ثيم اللعبة المستقبلي اللي بيتمحور حوالين التمرد ومحاربة للحرية متجسد صح جدا في كذا عنصر، سواء التمثيل الصوتي او الجسدي المعبر والموسيقى التصويرية المؤثرة او المواقف الصعبة اللي انت بتتحط فيها. Detroit Become Human فيها ما لا يقل عن 40 نهاية مختلفة واكثر من 1000 تركيبة للاختيارات في اللعبة، واللي خلاها كتصميم لتفرع احداث اللعبة من ادق التصاميم اللي شفناها في خلال السنين اللي فاتت. رقم 6، Monster Hunter World. الRPG دي واللي طورها شركة كابكوم من الألعاب القليلة اللي نزلت في أول السنة خالص وفضلت سايبة علامة معانا لآخر 2018. السبب الرئيسي هو محتوى اللعبة اللي من كتر ما هو كبير بنحس إن اللعبة ما بتخلصش أصلاً،
عدد الساعات اللي ممكن يتحط في استكشاف The New World مش قليل خالص. في مونسترز كتيرة قوي في عالم اللعبة، ده غير الكلاسز المتعددة والجير اللي انت بتعمله كرافتنج اللي بتعمله كمان باستمرار. كل مونستر بتعمله هانتنج ليه نقاط قوة وضعف لازم تستغلها صح. اختيار الأونلاين كوب هانتنج موجود، فممكن تلعب مع 3 لاعبين تانيين كحد أقصى لتجربة ممتعة ومليانة تحدي أكبر، وكمان تقدم في اللعبة أسرع. من أكثر العناصر اللي أبهرتنا في Monster Hunter World هما الـ AI أو الذكاء الاصطناعي، وكمان الفيزيكس، تحسنوا بشكل كبير عن أجزاء مونستر هانتر اللي فاتت، وخلقوا نظام بيئي حي تقدر تستغله في الهانتينج. رقم 5، فورزا هورايزن 4. نقدر ننهي جدال ألعاب السباق بالآتي: بلاي جراوند جيمز ومايكروسوفت ستوديوز أثبتوا إن فورزا هورايزن 4 أحسن لعبة ريسينج في 2018 من وجهة نظرنا. بعد ما أعلن عنها في E3 2018 قدرنا نجربها في شهر أكتوبر. البيئة اللي في اللعبة مذهلة بصرياً، وفي مستوى دقة ما شفناش زيه من ناحية الفيجوالز في لعبة ريسينج قبل كده. وعالم فورزا هورايزن 4 المفتوح مليان أكتيفيتيز بزيادة كمان، تقدر تسوق أكتر من 450 عربية بتحكم صلب ودقيق وواقعي. مش كده وبس، ده كمان الأونلاين فيتشرز اللي في اللعبة مخلية عالمها متغير. اللعبة ليها كمان DLC أو محتوى إضافي، واللي يضيف لك ساعات زيادة للاستمتاع باللعبة المميزة دي. رقم 4، Call of Duty Black Ops 4. المطور الأمريكي تريارك قدر يطور لنا من أفضل الشوتينج جيمز في 2018، وهي Call of Duty Black Ops 4. المطورين حسنوا المالتي بلاير بشكل ملحوظ المرة دي، مع بعض التغييرات في الكومبات زي المانيوال هيلينج المقايد بعداد. في كمان خاصية الفوج اوف وور اللي بتزود من التحدي في اللعبة، ونظام الجن ستيل اب اللي بيسمح بهجوم مرن أكتر مع الحركة. بلاك اوت مود من احلى الحاجات اللي حصلت في Call of Duty Black Ops 4، وتريارك طبقوا الباتل رويال كما يجب ان يطبق. الجام بلاي او الشوتينج في Black Ops 4 مسلي جدا وسريع، ووجود معاه عناصر زي الفيكلز والجرابلينج هوكس والزومبيز نوع اكتر من الحاجات اللي ممكن تعملها في اللعبه. اما بقى بالنسبه لوجود الايستر اجز، فهي موجوده في مود زي الزومبيز وزودت من محتوى اللعبه، بالاخص في الالغاز اللي على خرائط اللعبه. رقم 3، Spider-Man. اللعبة دي كلنا كنا مستنيينها بفارغ الصبر، والضجة اللي كانت معمول عليها طلعت في محلها. البلاي ستيشن اكسكلوسيف دي بالنسبة لنا بتعرف لفظ الترفيه، بس في صورة فيديو جيم. نادرا ما الواحد يقدر يقول انه زهق من لعبها. الرومينج او بمعنى اصح الويب سوينجينج في مدينة نيويورك فاجئنا بقد ايه هو فعلا ممتع، ويفتح نفسك مع الموسيقى التصويرية والسايد ميشنز الكتيرة قوي اللي موجودة في المعب. عمر ما الواحد تخيل انه ممكن يلعب ببيتر باركر وسبايدر مان اللي هو بيتر باركر بس بالسوت، وميري جين ومايلز موراليز في لعبة واحدة. السوتس اصلا لوحدها حوار، وان كل سوت بتيجي بالباور بتاعتها وانك تقدر تغير المودز بتاعتها خلتنا نخطط للكومبات بطرق مختلفة، ده غير الابجريدز السكيلز والاجهزة بتاعتك، واللي من اصيعهم بالنسبة لنا السبايدر درون والالكتريك ويب. القصة وتطوير الشخصيات خلونا نندمج اكتر ونعيش حياة الفريندلي نيبرهود سبايدر مان. والى جانب التمثيل الصوتي الاساسي للنسخة الانجليزية للعبة، تعريبها باللغة العربية وبالاخص اللهجة المصرية كانت حركة صح قوي من سوني. لو لسه ما لعبتوهاش ننصحكم بشدة انكم تلعبوها، وكمان الدي ال سيز بتاعتها واللي فيها محتوى محترم للقصة وتحدي اكبر ملحوظ في الكومبات. رقم 2، Red Dead Redemption 2. Rockstar Games خدوا حوالي 8 سنين في تطوير الجزء الثاني في سلسلة Red Dead Redemption، وعلى قد ما انها بريكول للجزء الاول، على قد ما ان قصتها والكامبين بتاعتها اثبتت قوتها جدا. المرة دي بنلعب بارثر مورغان، عضو مهم جدا في عصابة داتش فاندرليند، وبنواجه في اللعبة طرفين، القانون والأدر سكيلز. اتقل سمتين لRed Dead Redemption 2 بالنسبة لنا هما الدقة والتنوع. اللعبة عالمها مفتوح في ماب كبيرة جدا، وفيها سنجل بلاير كامبين، ومستنيين البيتا بتاع الاونلاين مود ينزل، واللي هنمر بتجربة الباتل رويال فيه في الوايلد ويست. في Red Dead Redemption 2 أي حاجة مسموحة، في مرونة رهيبة للأكشنز اللي ممكن تتاخد في اللعبة، ممكن ترحب بيه أو تهاجم تقريبا أي NPC في اللعبة، ممكن تساعد أو تقتل أو تسرق اللي أنت عايزه، بس كل ده بحساب، فسمعتك بتتأثر وبالتالي الـ NPCs اللي في اللعبة بيبقى ليهم رد فعل تصرفاتك. التفاصيل اللي في عالم اللعبة المفتوح ومحتوى المين ميشنز وكمان محتوى السايد ميشنز بتخلي الاحتمالات لا نهاية لها. تخصيص شخصية آرثر من حيث المظهر موجود بدقة، من أول إنك تحلق له أو تطول له دقنه لحد أسلحته اللي ممكن تنظفها والحصان بتاعك اللي بتبوند معاه، بس بيأثر في آرثر على حسب حالة الجو. الأيتيمز اللي بتجمعها في اللعبة ليها أهمية كبيرة ومفيدة جدا للكورز بتاعتك، اللي هما الهيلث، الستامينا وداد اي، وكل ايتم بتستخدمه سواء كان اكل او شرب او نوع دواء ممكن ياثر على اكتر من كور في نفس الوقت. الدقه في الكومباينيشنز لدرجه انك لو شربت حاجه معينه ممكن تحسن الستامينا بس تقلل داد اي ابهرتنا الصراحه. كمان حته التريدنج في اللعبه موجوده بنطاق واسع جدا، وممكن تساهم في تحسين احوال الاقتصاد وموارد في مخيم بتاعك. فلو سبايدر مان بترادف الترفيه بالنسبه لنا، Red Dead Redemption 2 بتمثل التنوع الذي لا ينتهي.
وبكده المركز الأول والأخير في الليست يذهب إلى اللعبة الأسطورية God of War. God of War بالنسبة لنا تعتبر العينة المثالية لأي مطور تاني مفروض يلهم بيها من ناحية تصميم السنجل بلاير كامبين في كل حاجة من أول القصة لحد الكومبات. سانتا مونيكا ستوديو نجح للمرة التامنة إنه يسحل اللاعبين معاه في سلسلة God of War. أخيراً رجعنا نلعب بكريتوس تاني في قصة مؤثرة وعميقة بكاركتر ديفلوبمنت رهيب، وبنشوف تطور علاقة كريتوس بابنه أتريوس. الجرافيكس في اللعبة دي رائعة بشكل لا يصدق، والتفاصيل اللي بنشوفها بعينينا في شكل الشخصيات والبيئة اللي في اللعبة دقيقة جدا. كمية الجيم بلاي في God of War كبيرة قوي، وبتاخد حوالي 30 ساعة علشان تخلصها، وبكده محتواها يعتبر أكبر محتوى مقارنة بالأجزاء السلسلة اللي فاتت واللي كانوا بياخدوا حوالي 10 ساعات من وقتك. الكومبات فيها مرضي جدا من كتر ما هو تقيل، وغير انه مرضي فالكومبات عميق قوي بسبب الابجريدز اللي ممكن تعملها في اللعبة. القصة ممتازة وطريقة سردها مؤثرة جدا، ده غير التمثيل الصوتي الغامر من طاقم اللعبة كله، وبالاخص الاداء الممتاز للممثل كريستوفر جادج واللي بيؤدي صوت كريتوس في اللعبة. بيرفورمانس الاكسكلوسيف دي على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 4 برو عالي جدا، واللعبة ما فيهاش لودنج سكرينز خالص، وده ذكاء من الديفلوبرز. اللي ما لعبش God of War فايته كتير، ولو مستغلينها فهي تستحق سعرها بالظبط. ودول كانوا التوب 10 فيديو جيمز لسنة 2018 من وجهة نظرنا هنا في عرب هاردوير. قولونا في التعليقات لعبتوا ايه فيهم، وايه احسن لعبة لعبتوها السنة دي من وجهة نظركم. لو حابين تتابعونا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل. كل سنة وانتم طيبين، وهشوفكم ان شاء الله السنة الجاية. سلام.